الغياب ديالي ممكن انه يكون في التلفزيون، ولكن الغياب ديالي على خشبه المسرح كان متواجد، وكنت كنقدم عروض مسرحيه وكنت خدامه بيان سور، ما كنتش واقفه. وهي كتبقى مساله ديال وقت ومساله ديال اختيارات. يعني من تيكون عندك بعض المرات اعمال ما كتبغيش تخلط ما بين هذا وما بين هذا، وكتبغي انك دير الخدمه ديالتك باتقان وتكون مبدع فيها، وانك تعطيها كل ما عندك، لان المسرح ماشي شي حاجه اللي هي سهله. فبالتالي انا كنت اختاريت هذه السنه انني نكون في المسرح، والحمد لله مفتخرة أنني كنت في المسرح. كيبقى شوف، هي كتبقى مسألة ديال الوقت. ممكن أنا اليوم نكون في المسرح، غدا نكون في التلفزيون وما نكونش في المسرح، ممكن نكون في السينما. كيف ما قلت لك، هاد السنة كانت مخصصة للسينما والمسرح، فكان عندي عمل سينمائي مع الدكتور عبد الإله الجواهري في فيلم العبد، وكذلك كان عندي مسرحية ديال مونودراما ديال الحجرة، وكانت عندي مسرحية فاس فاس، وكانت عندي مسرحية حمام العيالات اللي حنا دابا في جولة كنقدموا هاد العروض هاد الأيام. يكذب لك الكذاب اللي ما يقولكش راه كيتمتع في المسرح، لان شوف المسرح راه شي حاجه اللي يا انت ممثل يا انت ماشي ممثل. فانا جد فخوره انني كنشتغل في المسرح، لانه المسرح راه مدرسه كبيره ما يمكنش نهضروا عليها في نهار ولا في يومين. شي حاجه اللي هي القوه ديال الممثل، الا ما طلعش فوق الخشبه راه والو. كتستمتع كدير شي حاجه اللي تري فورت. جودة العروض اكيد، انا كثرت العروض، يمكن نقدروا نلقاو كثرت العروض، ولكن نقدروا نديروا الصناره وتطلع علينا غير واحد العدد معين. عيد الاضحى كندوزو مع عائلتي، كندوزو في واحد الجو اللي هو اسري بامتياز. وهذا العام هذا يمكن يدوز عندي خايب، لان يلاه توفى لي الاب ديالي هادي واحد شهر ونص، فصعيب بزاف، لانه هو اللي كان كيشري العيد، هو اللي دابا ما بغيتش انا بكي. فداكشي اش كنقول لك، راه انا طافيه. فان شاء الله يدوز على خير وبخير، وكنتمنى لجميع الناس عيد مبارك سعيد، ويدخل لهم بالصحه وبالسلامه وبطول العمر اكيد. الاب ديالي كان هو الاخ، هو الصديق، هو السند، هو الغطاء اللي كنت كنتغطى به. كنت مولفه معاه بزاف د الحوايج، يمكن عشت معاه اكثر من خوتي، لان كل واحد زوج مشى لدارو، مي انا اللي بقيت عايشه معاه من بعد الوفاه ديال الام ديالي. فكنت مولفه معاه بزاف ديال الحوايج. دابا كنلقى صعيب انني نعيش بلا بيه، صعيب انني نكون كنمارس حياتي اليوميه والعاديه يعني بشكل عادي، لان فيما كنت كنتواجد في هذه الايام في مهرجان اكادير ولا في مهرجان تطوان ولا انا هنا، الحزن باين على عيني. ما كان رغم انا كنضحك وكنكون فرحانه، والا كنتفكروا الا انا كتبكي عليه، لان ماشي شي حاجه سهله باش تفقد الاب ولا الام. صعيب. شوف قط الا كنتي مربيه ومات لك راه كتحزن عليه، فما بالك اذا كان الاب. فكنقول الله يرحمه والله يغفر ليه والله يسكنه فسيح الجنان ان شاء الله. بيان سور لاحظت، لانه شوف كنتي كدير 100 درهم ولا 100 درهم كتمشي بها للرباط، دابا وليتي كدير 100 درهم كتمشي وكتجي، دابا وليتي كدير 100 درهم يلا كتوصلك للرباط. يعني وخاصك، يعني كنقول انا هادشي راه حشومه عار، لان كاينين الناس راه ما عندهمش، ناس راه ماشي غير في المحروقات، راه في المواد الغذائيه، في بزاف ديال الامور. كيفاش هاد الناس غادي يعيشوا؟ كيفاش غادي يمشيو حياتهم مع وليداتهم مع عائلاتهم؟ فكنتمنى من الحكومه ومن المسؤولين انهم يعيدوا النظر في هاد المساله هذه، لان راه كتمس بالشعب المغربي، راه ما كتمسش بشي واحد اخر. واحد راه عنده ما كيحش بها، ولكن راه بزاف ديال الناس راه كيحسوا بها الا تزادت عليهم درهم وحده.
كنقول عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة وبالسلامة وبطولة العمر، وإن شاء الله تعيدوا وتعاودوا. أهم حاجة هي صحتكم وراحة بالكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.